بنبذل جهد كبير جدا عشان نحاول نصل الى وقف اطلاق نار، حتى نلملم الموقف الصعب في غزة، والرهائن يتم اطلاقهم، والسجناء يتم اطلاقهم، ونخش في مرحلة جديدة بتاعت الاعمار ما بعد الحرب. يعني الجهود المصرية لا تتوقف من اجل القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي هذا الاطار تقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية امام المحكمة في 21 من فبراير الجاري، وتتضمن المرافعة الشفهية تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة. ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومشاركة مصر يأتي انطلاقا من دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، كما يمثل خطوة مهمة نحو السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في المنطقة. والتزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون في مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. إن تفادي وقف إطلاق النار في الميدان هو إعطاء الاستمرار بإعطاء الضوء الأخضر لهذه المجازر، ومع حق النقد إن هذا النزاع سيزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها، ويمكن أن يفضي إلى زيادة المخاطر بالنسبة للحرب. فعلينا أن نخمد نيران النزاع في غزة، وبهذه الطريقة يمكن أن نحمي المنطقة برمتها. ينبغي مجلس الأمن أن يعمل بشكل سريع لإيقاف حمام الدم في الشرق الأوسط. وإن هذا القرار لاقى حق النقد، وهناك غياب لاحترام القانون الدولي وأساس النظام المتعدد الأطراف. والأمين العام وجه رسالة لمجلس الأمن بالإسناد إلى المادة 99 للميثاق، هذا بالإضافة إلى الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بالنسبة للتدابير التحفظية. ينبغي بالمجلس أن يرد على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني لحقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان. السيدة الرئيسة، ينبغي بمجلس الأمن أن يتحرك للتوصل إلى وقف إطلاق النار. هذا الأمر ينبغي ألا يكون موضوع نقاش، هذا واجب أخلاقي، وينبغي مجلس الأمن أن يكون على مستوى مسؤولياته. هذه مسؤوليته، وهذا أيضا متطلب سياسي. ينبغي بمجلس الأمن أن يحترم واجباته وفقا للميثاق. لا يمكن اللجوء إلى حق النقد لوقف أو لمنع وقف إطلاق النار، وينبغي مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بالرغم من حق النقد، خاصة على ضوء الوضع في رفح والعقاب الجماعي في فلسطين. ينبغي بالأعضاء الذين لديهم تأثير أن يبتعدوا عن الحسابات السياسية وأن يطلعوا بالمسؤولية وبالحياد وأن يقوموا بالخيار المناسب لوقف إطلاق النار في غزة. نوجه دعوة للأسرة الدولية لتعزيز كل الجهود الدبلوماسية لإعطاء فرصة لشعب غزة لكي يعيش، وإعطاء فرصة لشعوب الشرق الأوسط أن ينعموا بالسلام وللعدالة. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. أشكر ممثل الصين على مداخلته، والكلمة الآن لسلوفينيا. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة.
نحن صوتنا تأييدا لمشروع القرار لأن قتل المدنيين في غزة ينبغي أن يضع حد له. إن المآسي التي يعاني منها الفلسطينيون أمر لا يمكن أن يواجهه أي كائن بشري. إن الهجمة الإسرائيلية ضد رفح سيكون لديها تبعات كارثية وستكون نقطة اللا عودة. من واجبنا أن نتحرك قبل أن نستيقظ في حالة كابوس، ونحن على قناعة بأنه آن الأوان لمجلس الأمن أن يضع حدا لهذه الحالة. نحن ندين الهجمة الفظيعة والإرهابية لحماس في 7 من تشرين/4 أكتوبر والهجمات ضد إسرائيل مستمرة. نحن نوجه دعوة للإفراج الآمن والكامل للرهائن، ونحن نتضامن مع أسرهم ونشكر مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية على الجهود المبذولة دون هوادة، ونأمل أن المفاوضات التي يتم تسيرها ستفضي إلى السلام في غزة بأقرب الأجال وعودة الرهائن إلى ديارهم بأمن. ولكن من مسؤولية المجلس أن يصون السلام والأمن الدوليين، ونحن نعتبر أنه يمكن للجميع وينبغي بالجميع أن يطلع بدوره، وذلك من أجل بلوغ السلام. نحن نعتبر أنه تكميلاً للجهود، إن كانت الثنائية أم الإقليمية أم جهود مجلس الأمن، هي أساسية. دور مجلس الأمن لا يمكن الاستغناء عنه لوضع حد للأعمال العدائية ولإعادة الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية بشكل آمن والتوصل إلى خريطة الطريق. أخيرا، للمجلس مسؤولية تجاه الأسرة الدولية، وهذه التوقعات تم التعبير عنها بشكل واضح في قرار الجمعية العامة بدعم واسع النطاق من الدول الأعضاء، وتم إبراز ذلك بشكل واضح عبر المواطنين على الصعيد الدولي صوتهم بغاية الوضوح. ينبغي وضع حد لهذه الحرب. ينبغي مجلس الأمن أن يستمع إلى أصوات الضمير الإنساني والاستجابة لطلبات المواطنين، ويبدأ ذلك بوقف إطلاق النار، وضع حد للأعمال العدائية وإعادة الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية والموارد المائية فلسطينيين. وهذا النداء موجه لكل من إسرائيل وحماس، ونحن نعتبر أن النص الجزائري هو متوازن ويوجه دعوة لاحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لمعالجة انتهاك حقوق الإنسان من الطرفين وتعزيز المساءلة لهذه الانتهاكات، وأن نضع المدنيين في صلب جهودنا. ونأسف لأنه تعذر على المجلس أن يعتمد هذا القرار، ونحن دعمناه بشكل قوي، ولكن لا يمكن أن نستسلم. هذه مسؤوليتنا أن نستمر بالعمل من أجل التوصل إلى التوافق في الآراء في هذه الهيئة، وذلك صونا للسلام في الشرق الأوسط. شكرا لسلوفينيا على هذه المداخلة، والكلمة الآن لسويسرا. شكرا السيدة الرئيسة. صوتت سويسرا تأييدا لمشروع القرار، ونأسف لأنه لم يتم اعتماده بالرغم من الدعم الواسع النطاق من قبل أعضاء هذا المجلس. أود أن أشكر الجهود المبذولة من الوفد الجزائري، وذلك من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول هذا النص الذي يطلب وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة والإفراج الفوري ومن دون أي شروط عن الرهائن في غزة، وذلك منذ الأعمال الإرهابية التي ارتكبها حماس في 7 من تشرين/4 أكتوبر. منذ تقديم النسخة الأولى لهذا النص انقضت 3 أسابيع، ونحن نحيي الجهود المكثفة المنظمة في المنطقة، ونشدد على أنه ينبغي منح الوقت المؤاتي للتوصل إلى نتيجة. في الوقت نفسه شددنا على مسؤولية هذا المجلس وهو التحرك وفقا لولايته، وذلك من أجل احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة حماية المدنيين. نأسف أن الإدانة أكثر وضوحا وعزما للأعمال الإرهابية المرتكبة من حماس لم يتم الإبقاء عليها في القرار بالرغم من طلب عدد من الأعضاء بمن فيهم سويسرا، ولكن هناك ضرورة لحماية المدنيين في غزة. إذن مشاهدينا، كنا نتابع
المساعدة الإنسانية ينبغي أن يتم بشكل آمن وسريع ومن دون أي عوائق. لا يمكن أن نقبل بأن مئات لاتفاقات جنيف إن إيصال المساعدة الإنسانية ينبغي أن يتم بشكل آمن وسريع ومن دون أي عوائق. لا يمكن أن نقبل بأن مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين يمكن أن يواجهوا المجاعة والأمراض من دون ضمانات لتوفير الأمن المناسب، توفير المساعدة الإنسانية وتوفير الحماية لهم. نحن نعبر عن قلقنا البالغ إزاء مخاطر العملية العسكرية واسعة النطاق في رفح والتصعيد الإقليمي الذي سيتم التوصل إليه بعد هكذا عملية. إن مشروع القرار كان يكتسي طابع وقائي بالنسبة لأي تصعيد جديد في الميدان ويهدد حياة المدنيين بما في ذلك الرهائن، ولهذا السبب إن النداء لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة يندرج بشكل منطقي في إطار التزامنا الجماعي لاحترام معاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني وفي كل الشروط. نحن ملتزمون بالعمل الموحد في المجلس وفي هذا الاتجاه. نذكر بأن الأطراف ينبغي أن تحترم قراري المجلس حول هذا الموضوع، القرارين الأخيرين، ونذكر بالطابع الواجب احترام التدابير التحفظية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 من يناير. شكرا. شكرا. الكلمة الآن لفرنسا. السيدة الرئيسة، تشكر فرنسا الجزائر على اقتراح هذا القرار، ونأسف لتعذر اعتماد هذا القرار وعلى ضوء الوضع الكارثي في الميدان. إن الإفراج الفوري ومن دون أي شرط عن كل الرهائن، وهذا ما تم طلبه بشكل علني وواضح من خلال القرارين 2712 و2720 بالإضافة إلى مشروع القرار الذي لم يتم اعتماده، هذا الأمر ينبغي التوصل إليه من دون أي تأجيل. هناك حالة طارئة للتوصل إلى وقف إطلاق النار يضمن أخيرا حماية كل المدنيين وإيصال المساعدة الطارئة من دون أي عوائق وفورا. إن الأرقام في غزة لا يمكن قبولها، والوضع الإنساني في غزة أمر لا يمكن تحمله، وينبغي وضع حد العمليات الإسرائيلية. من الأهمية بمكان أن نوصل المساعدة الطارئة لسكان غزة ومن الأردن وعبر ميناء أشدود وكل المعابر. ولا يمكن أن نفهم ونقبل أن المجلس لم يدن حتى الآن الأعمال الإرهابية من قبل حماس. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم باقي الكلمات التي بدأتها الصين بعد أن تحدثت روسيا. تحدثت أنه لابد من إخماد نيران الحرب في غزة وإيقاف حمام الدم في منطقة الشرق الأوسط. ينبغي لمجلس الأمن أن يتحرك لوقف إطلاق النار، وعلى المجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته وأن يحترم واجباته وفقا للميثاق، ولا ينبغي استخدام حق النقد لوقف إطلاق النار. أيضا تحدثت سلوفينيا وكانت مؤيدة للقرار الجزائري، وكذلك سويسرا تحدثت وكانت مؤيدة للقرار السويسري، وفرنسا كذلك. يسعدني مشاهدينا أن نتحدث مع الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور أحمد. يعني كما تابعنا مع حضرتك منذ قليل، مندوبين الأعضاء في مجلس الأمن تحدثوا عن المشروع الجزائري وأيضا المشروع الأمريكي. تعليق حضرتك لما استمعنا إليه منذ قليل. هو واضح أن المشروع الجزائري كان مشروع متوازن، كان مشروع بيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهذا طبعا أمر واجب في ظل هذه الأزمة الفظيعة التي يعني كما قال مندوب روسيا شهدت فظائع لم يشهدها العالم من بعد الحرب العالمية الثانية، بخصوص حجم التدمير وبخصوص عدد الضحايا والذي يتجاوز الآن قتلى وجرحى ومصابين 100,000 شخص. طبعا المشروع الجزائري يعني حظى بإجماع، يعني بشبه إجماع، لأن 13 من 15 كانوا مع القرار وعضو ممتنع، والممتنع هذا أيضا يعتبر لا مع دا ولا مع دا، يعني مش ضد القرار،
وعضو فقط هو الذي استخدم الاعتراض أو حق الفيتو اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية كدأبها دائما في عدم الوقوف مع الشعب الفلسطيني خصوصا في هذه المحنة يعني الصعبة التي يمر بها والتي يعني لم يشهدها العالم منذ وقت كبير. نعم، يعني مندوب الجزائر عندما تحدث عن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف فوري لإطلاق النار، وعلى النقيض كان مشروع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تحدث وقال إن التصويت بيعني التضامن مع حق النساء والأطفال والشيوخ وحق الشعب الفلسطيني بأكمله في الحصول على الغذاء، وعدم التصويت على هذا المشروع بيعني تجويع الشعب الفلسطيني وعدم وجود حماية له. طبعا هو فعلا ركز كما قلت سيادتك على هذه المسائل اللي هي بتتلخص في حماية الحق في الحياة للشعب الفلسطيني. وتعرفي حضرتك والسادة المشاهدين أن الحق في الحياة ده هذا هو محور ارتكاز كل الحقوق الإنسانية، فمع لا. وجود الحياة تتواجد هذه الحقوق، مع زوال هذه الحياة عن طريق التجويع والضرب والقتل وغيره تزول كافة حقوق الإنسان. وبالتالي كان من الواجب على المجلس بعد أن تأخر طويلا على الأقل أن يتبنى هذا القرار اليوم. نعم. إنما الأمور السياسية والاعتبارات السياسية للأسف تلعب دورا في يعني مخالفة القانون وعدم الوقوف إلى جانب الضحية. نعم دكتور أحمد، يعني هذا ما ذكرته الصين في كلماتها وأيضا سلوفينيا وسويسرا كانوا مؤيدين لمشروع القرار الجزائري، وربما كلمة روسيا أيضا، يعني مندوب روسيا تحدث عن دعوته للأعضاء في مجلس الأمن بأن يقفوا ضد تقاعس الولايات المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني ضد ما يرتكب تجاهه من حرب إبادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا هذا هو صوت العقل وصوت الحكمة وصوت الغالبية العظمى، ليس فقط من بالنسبة للصين أو روسيا، وإنما الغالبية العظمى من كل يعني السياسيين في العالم، من كل قادة العالم، ويمكن أقول الغالبية أكثر من العظمى بالنسبة للشعوب والتي يعني تتأذى من هذه الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض فيها الحق الأساسي للإنسان والحق في الحياة والحق في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك من الحقوق. نعم، اتساقا بهذا الموضوع غدا الأربعاء إن شاء الله مصر هتتقدم بمذكرتين أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمرافعة أمام المحكمة غدا. يعني أهمية هذه الخطوة من وجهة نظر حضرتك، ما الذي سيحدث؟ وطبعا أهمية هذه الخطوة أني برضو هذا يشكل برضو من الحالات النادرة أن أكثر من 50 دولة، حوالي يعني 52 أو 53، وعدد من المنظمات الدولية تطلب بخصوص رأي استشاري، يعني تقديم مذكرات مكتوبة وإلقاء مرافعات شفوية قدام المحكمة. نعم. طبعا وجود مصر هنا كان غيابها هيكون يعني شيء مؤثر، لأن مصر أكثر الدول يعني اللي ليها دور في هذه القضية الفلسطينية. نعم. عانت ويلاتها منذ بدايتها وحتى يعني الآن، وبالتالي وجود مصر برضو باعتبارها يعني خبيرة بالشأن الفلسطيني أكثر من غيرها من شأنه يعني أن يطرح أمام المحكمة الرؤية والرؤى التي يجب أن تكون تحت بصر وبصيرة محكمة العدل الدولية عند شروعها في إعطاء الرأي الاستشاري في هذا الخصوص. نعم دكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، بنشكر حضرتك جزيلا على هذه المعلومات، شرفتنا على شاشة النيل للأخبار. مشاهدينا الكرام، انتهت تغطياتنا، بعد قليل على رأس الساعة نشرة إخبارية جديدة، انتظرونا، إلى اللقاء.